هذه امرأة تقول زوجي يريد أن يزور عائلته في فرنسا أثناء الإجازة، ولكنني لا أريد أن أذهب معه لوجود الفتن هناك. سؤالها: هل يجوز لي أن أبقى في هذا البلد وأرفض أن أذهب معه؟ أي نعم، إذا كان تخافين على دينك أو على عرضك أبقى في هذا البلد، الحمد لله، وأنت على أجر إن شاء الله. نعم.